ازاي ما حدش فكر في الام دي، وازاي الناس فاكره ان الام هتقدر تقعد تعطي 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 من غير ما حد ياخد باله منها؟ مين بياخد باله من الام؟ مفيش حد، مع ان الام دي اقوى ظهر للعيله بتاعتها وهي اللي بتعمل كل حاجه. فكلاود ده اول مجمع في العالم للامهات، تيجي تتمرن وبناخد بالنا من ولادها قدام عينيها، فبتبقى مطمنه عليهم وفي نفس الوقت بتخس وبتاخد كل البوزيتيف انرجي والهابي اندورفينز، بتقدر تشرب قهوتها وهي سخنه وهي مطمنه عليهم، تشتغل، تقابل صحابها، تقرا كتاب، تعمل كل اللي نفسها فيه، سبورتد باي فري بيبي سيتنج سيرفيسز وكيدز ارياز وكل الحاجات اللي بتخلي حياتها سهله. لا انا هنا بقدر اجي اسيب ولادي ان في فري بيبي سيتنج، فدي اهم حاجه ودي احلى حاجه، فالموضوع ده بيريحني ان انا اقدر اخد كافي بتاعتي اشربها وهي سخنه. انا لما بقيت ام لقيت نفسي فجاه ليسا، كنت لسه والده ما عنديش اخوات، مامتي مش فاكره انا عملت ايه وعملت ايه هي مع البيبي اللي هو كان انا وانا صغيره. كنتش عايزه اي ام تعدي بالاحساس اللي انا حسيت بيه ان انا لوحدي ونفسي اعمل حاجات كتير ومش عارفه ونفسي اخد بالي من نفسي ومش عارفه. فهو ده اللي بدا راحت بالي وذا كلاود، تخش بتعمل ريجستريشن، البيبي او الطفل بياخد بريسلت وهي بتاخد بريسلت نفس الرقم ونفس كل حاجه عشان السيفتي، وبيبدا نشوف السن بتاع البيبي، هو هل هو نيو بورن لسه مولود، هل هو تودلر، بنبدا نشوف الطفل ده سنه كام وعايز يعمل ايه، تبدا هي بقى تشوف نفسها. بنعمل البروجرامز مختلفه، سواء كان ويت لوس زي ما قلنا، ريهابيليتيشن، الناس اللي عندها باك بين، عندها نيز بين، بنشتغل معاهم ريهاب كيسز، بنعمل بروجرامز فور برينيتال، الناس اللي الامهات اللي حوامل اللي لسه قدامها لفه طويله في التسع شهور الحمل. الواحد بيحمل بيتفرج على الافلام الجميله، ايه ده الله، وبيبي وبيبي شاورز وتياره وانا بلبس زي البيبي بتاعي، ده اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، لكن وانس بقيتي ام وقتك ما بقاش ملك. انا لما بمشي في المول والاقي واحده بتعرفنا على امها ولا صاحبتها ولا جوزها وتقول له دي زينه، دي اللي شجعتنا اتمرن، دي اللي غيرت حياتي، ده بالنسبه لي بيبقى برايسلس مومنت. وي ار اول جوينج ثرو وذ نفس التراك كلنا بنعدي فيه. في الاول الدنيا بتبقى صعبه جدا 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 جدا. بالظبط كده. فشويه الولاد هيكبروا ما تقلقوش ان شاء الله والدنيا تبقى احسن.